إذن هذه جهنم، نسأل الله العافية. ما هي أوصافها؟ جهنم عالم من العوالم. قال يا شيخ اذكرنا الجنة، قال له اجينا على ذكر الجنة وذكرنا شيء كثير عن الجنة، ولكن يا إنسان ما تمشي عن النار طويل، ولازم يكون في نار يعني تعرف انه مخيف حتى نفسك ما تروح في المعاصي، حتى دائما توب الى الله يا انسان. والا الجنه جهنم، الجنه كلنا تعرف اوصافها، لكن كثير ناس ما يعرفون اوصاف جهنم، بل ما يريد يمر عليه. لا يا انسان عرف حتى توقف نفسك عند حدود الله. جهنم عالم من العوالم، فاولا ما هو موضعها ومكانها، مكانها، وما هي حياتها وجوها، حياتها وجوها ايش هو، وحال المعذبين فيها ايش هو. قلنا يا انسان ما رح نحن نطيل الكلام في ايش في امور جهنم، وانما نذكر لك جملا، نذكر لك جمل حتى تفهم شيء عن عالم جهنم. أولا جهنم، نسأل الله العافية، معنى جهنم؟ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. جهنم إيش الاسم معناه في اللغة؟ قال جهنم كلمة في اللغة تدل على السحق والعمق، وتقول العرب جهنم، البئر الجهنم، أي البئر السحيق الذي لا يمكن الإنسان ينزل فيه، إذا نزل ما بطلع. نسأل الله العافية. إذن جهنم بتدل على أنه في عمق، ما هي عوش الأرض، بلاي عوش الأرض، لا، وإنما هي سحيقة عميقة جدا، عميقة لا تحتي عن كلمة جهنم. وقد قال بين عليه الصلاة والسلام لو أن صخرة سقطت من شفير جهنم لما وصلت إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. صخرة بتهوي صخرة بدأ 70 سنة ما تصل. ولقد أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أسمعهم هد الصخرة من جهنم، ولما سمعت الصحابة كأنه أنت سمعت معلوم. قال يعني، قل له لا تقول عنه. ورد في حديث صحيح مسلم يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسمعنا وجبة، وجبة أي هدة، أي شيء سقط وعطى صوت فظيع، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذه صخرة ألقاها الله تعالى في جهنم فبقيت 70 سنة، الآن انتهت إلى قعرها، أي ألقاها الله منذ 70 سنة الآن وصلت القعر. ولقد أسمعهم الله ذلك، سيدنا الرسول اسمع صلى الله عليه وسلم بموجب قوة الوحي والنبوة، النبوة تكشف، لكن بنوره سمع أصحابه في مجلسه حتى يبلغنا الخبر. نحن يا إنسان، حتى نحن يبلغنا الخبر إنه في صحابة يا إنسان مؤمنون سمعوا هذا بآذانهم، وهذا سماع الصحابة حج جموع. إذن جهنم سحيقة عميقة، نسأل الله العافية. ثم هي، إنما هي دركات، جهنم دركات، الجنة درجات أي في ارتفاع، أما جهنم دركات تحت، يعني لتحت، دركة يعني التسفل. وكل طبقة من طبقات جهنم لها أبواب، لها باب، لها 7 أبواب لكل باب من جد مقصود، كل باب له داخلين بيدخلوا منه على حسب نوع كفر وضلال ونسبته إلى آخره، بيأخذ باب ومرتبته يا إنسان وطبقته وين، نسأل الله العافية. وهكذا وقد وصفها الله تعالى بأوصاف، وقالوا هذه الأوصاف هي أوصاف طبقاتها يعني دركاتها يعني مراتب الكفار فيها. فهناك أول الجهنم لأول طبقة هي طبقة العصاة المؤمنين، هذه أخف شيء، هي أسهل شيء، أخف شيء أهون الكل، لكن من بعد والبعد فيها، نسأل الله العافية، وفيها الدرك الأسفل للمنافقين. فهذه جهنم صفاتها وصفات طبقاتها،
يقال لها الجحيم، ويقال لها الحطمة، ويقال لها السعير، ويقال لها سقر، ويقال لها لظى، وهكذا يقال لها الهاوية، نسأل الله العافية. إذن كل واحدة بتدل على مرتبة وطبقة، حتى قالوا هي أسماء طبقات أو أبوابة على كل. فهي جحيم أي شديدة الحر، جوها حار، نسأل الله العافية. جحم النار أوقدها بشدة، فهي جحيم موقدة. وهي يا إنسان هي أيضا هي لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. لظى نزاعة للشوى، الشوى جمع شواه، والشواه إيش هي؟ الشوات هي جلدة الرأس، جلدة الرأس. فلما بدخلها الكافر نسأل الله العافية تلفح لفحة، وإذا تقصد جلدة إيش؟ رأسه عن رأسه، جلة الرأس، نسأل الله العافية عن أم دماغه. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. وهكذا هي يقال لها السعير، لأنها دائما تسعر أي توقد، دائما في إيقاد واشتعال، نسأل الله العافية. ويقال لها سقر، ويقال لها سقر. قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، شو اللي دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت، فدخلوا في باب الموت فأيقنوا بكل ما كانوا ينكرونه من قبل، كل ما كانوا ينكروه على الرسل والأنبياء من أمور الآخرة، وإذا شاهدوها وعاينوها فصاروا على يقين. أي يقين؟ وأي يقين يا إنسان؟ لكن ماذا ينفعهم؟ إيش ما بيفيد يا إنسان؟ قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، أي أهل الجنة في الجنة يتساءلون، فلان فلان اللي هم كانوا يضحكوا عليه في الدنيا ويقول له أنت مؤمن إيه، أنت بتصلي إيه، أنت بتتعمل في آخرة إيه إلى آخره. قال سأسأل بعضهم بعض عن المجرمين، وإذا وجهوا السؤال كشف الله لهم، إن في أهل الجنة كشف لهم عن أعدائهم في جهنم. فصار المؤمن في عليين يرى الكافر في أسفل السافلين، كما قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. عن المجرمين وجهوا السؤال إليهم ما سلككم في سقر، إهن بيعرفوا إيه دخلوا جهنم كفروا، لأنه لكن هذا إغاظة، وهو أن ترى عدوك في جهنم وعدوك في جهنم عم يشوفك أنت في النعيم، فبالذات أليم. قال ما سلككم؟ قالوا لهم ما سلككم أدخلكم في سقر، اسم سقر. ليش اسم سقر؟ قال لأنها تسقر، تسقر بمعنى أنها تنزع وهكذا وتقطع، تفصل الجلد واللحم عن العظم، هي سقر معنى سقر. يسقر بمعنى نزع اللحم والجلد عن العظم، وهذا أول ما يبدأ في وجوههم، نسأل الله العافية. ولذلك يقال للحيوان المفترس الطير يعني سقر، سموه يقال سقر وسقر في اللغة العربية، هي سقر وسقر وزقر، لأنه يأتي هذا يضرب الوجه الطير الثاني، يضرب فيه قبل كل حتى يغلب عليه ويغمي عليه، ثم بعد بالصاله. فجهنم سقر، تصفع وجه الكافر، تكشف لحمه عن وجهه، وهكذا بقي جلده. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، أي ما كنا نأدي الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، أي في المحرمات والشهوات، وكنا نكذب يوم الدين، لا في آخرة ولا في جنة ولا في حساب. قال فحتى أتانا اليقين أي الموت، فأيقنوا بكل ما هناك. إذن هي سقر، وهي لظى كما قلنا، وهكذا لها أوصاف. أما حياتها وهو حياة جوها وطعامها وشرابها، نسأل الله العافية، فهي كما وصفها الله تعالى،
وهو إذا سألت عن جو عالم الجنة وطعامه وشرابه وجوها وصفه الله تعالى، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية أي القيامة التي تغشى الناس وتغطيهم بالأهوال والكرب، أي غاشية مغطي يعني. هل أتاك حديث الغاشية أي القيامة؟ وجوه يومئذ، ويومئذ خاشعة، خاشعة بمعنى ذليلة حقيرة مهينة، خشوع الحقارة مو خشوع العبادة، خشوع الحقارة والذل، عاملة ناصبة أي وجوه الكفار يعني، عاملة أي عملوا اشتغلوا في الدنيا وتعبوا في الآخرة، عملوا في الدنيا ما إيش ما ريحوا في الآخرة، عاملة ناصبة. أما المؤمنون سيأتي وصف بعض لسعيها راضية، سعوا في الدنيا وإذا به لقوا ما يرضيهم في الآخرة. أما الكفار عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إذا جو جهنم نار حامية إنسان كم حرارتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ناركم التي توقدون أي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وقال: اشتكت النار إلى ربها، هذا في الصحيحين، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أشد الحر لما بهجم على القطب المعروف ويتبزع على العالم، قال هذا نفس خفيف من أنفاس جهنم، وأشد برد بيجي للبلاء المتجمد، هذا نفس خفيف من أنفاس جهنم البرد يا إنسان. قالوا: فكر في جو جهنم، نسأل الله العافية. قال: ليش ما بيموتوا؟ قال له: لا يموت فيها ولا يحيا، إيه لو ماتوا بيستريحوا، ما في موت، فلا موت مخلص ولا حياة تسعد. اللهم عافنا وعفو عنا، حفظك يا حفيظ. قال: نار حامية تسقى من عين آنية، أي ما الذي يقدم لهم حميم، آنية بلغ أعلاه ونهايته في الحر في الحرارة، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، شوك في يخرج من أرض جهنم، شوك ضريع شوك يخرج في أرض جهنم، هذا مأكلهم، لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا كما جاء في الحديث: يلقى عليهم الجوع فيستغيثون، قال: فيقدم لهم طعام ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يستغيثون يقدم لهم طعام الزقوم، فيغصون يطلبون الماء لزالة الغصة، قال: فيقدم لهم ماء الحميم، فيستغيثون بخزن جهنم فيقولون: ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تأتيكم رسلكم بالبينات، جاءتكم رسل بينت لكم الأمور، قال: فيقولون: ادعوا خازن جهنم، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم الحق ولكن أكثركم للحق كارهون، قالوا: فأم نشكي الأمر ندعي رب العزة جل وعلا، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن كل هذا ذكره الله عن جهنم يا إنسان، هي كلها بيانات إلهية. فشكوا وقالوا: أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، الحق جل وعلا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، الله يعلم لو ردوا بده يعودوا، لأنه هكذا ديننهم وشأنهم، نسأل الله العافية يا إنسان. إذن هذه حياة جهنم، نسأل الله العافية. فها قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا صفة وحياة من جهنم.